كيفاش؟ على بالك علاش جبناك لهنا؟ اه راكي دايره تهمه. صح انا ما راكي متهمه باختطاف قاصر طفل. صح انا مصدقه غير مميز. شوفي الاخت عندنا دليل مادي. عندنا دليل مادي اللي متمثل في الكاميرا المراقبه انه يتخلص منك ما كانش حاب يجي معاك. صح علاش؟ وشنو هو السبب اللي خلاك انك ترفدي الطفل كان رفقه العائله تاعو واستغليتي الظروف. انا ما صرفتش. انت راكي متعامله مع مرت خوك. ماشي متعامله معاها في جريمه خطيره جدا. انت راكي متهمه في قضيه اختطاف طفل غير مميز في عمره عامين اللي قامت بالاختطاف تاعو شقيقة الزوج تاعك. هكا شقيقة الزوج تاعك اختطفت الطفل في عمره عامين على مستوى القبة مباشرة قامت بالاتصال بك هاتفيا وقالت لك بلي راني ديت الطفل واش ندير. كي عيطت لك الاتصال الهاتفي انت واش قلتي لها؟ واش قلت لها؟ قلت لها شوفي إذا لقيتي مالي حطيه ولا روحي لابريكاد باش ديري. قالت لي انا مفلشة ما لقيتش واش ندير. نو التحرية الأولية اللي عندنا هنايا ما قلتي لهاش هكاك. انتيا قلت لها مباشرة جيبيه لسحاولة لعندي. مباشرة قلت لها جيبيه لسحاولة لعندي. قلت لها جيبيه. ما قلت لهاش حوسي على مواليه. سمعني مليح. احنا عندنا دليل تقني وعندنا دليل كلش ما تقولكش راح. مباشرة بعد ما بدلتي له توجهتي مباشرة بتواطؤ الزوج تاعك اللي كان على باله باللي الطفل هذا راهو مختطف. بالتواطؤ تاع الزوج تاعك تحولتي مباشرة إلى مقر إقامة تاع والديك. طفل مختطف يوم الجمعة تخطف الصباح والعشية الحمد لله بالمساعدة تاع الضبطية القضائية تاعنا تمكنا وسرجعنا الطفل. لقيناك باللي أنتيا منخرطة في عدة مجموعات عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك. هذه المجموعات متعلقة ومتضمنة والمضمون تاعها الأطفال الرضع. على بالك علاش راك موقوف هنا؟ قالوا لي على جال الطفل. صح راك متهم في قضية اختطاف طفل غير مميز مع المشاركة والتبليغ والتستر. واش عندك انت في القضية؟ الأخت تاعك خطفت الطفل قاصر وجابتو للزوجة تاعك، أنت كنت على علم ولا ما كنتش على علم؟ يا شيخ أنا ما كنتش على علم، بصح أنا لو فات أنا كنت في الدار لحقاتو من المرة تاعي كي جابتو لنا للدار. كي جابتو لنا للدار ما خلاص قلنا لها من جبتيه الطفل هذا؟ شنو اللي خلاص؟ طفل قاصر غير مميز في عمره عامين، جابتو اختك للدار، الزوجه تاعك روسيفاتو شداتو وانت لا علم وعلى بالك بكلش، علاش ما قلت لهاش رجعيه؟ شوف عندنا دليل مادي، عندنا دليل علمي، عندنا كل الادله. نزيد نعطيك دليل انه قبل عمليه الاختطاف اللي قامت بها الشقيقه تاعك كانت تكون هناك اتصالات هاتفيه بينك وبين الزوجه تاعك وبين الشقيقه تاعك قبل عمليه الاختطاف واثناء عمليه الاختطاف وبعد عمليه الاختطاف. تما انت يا حبي يقول كان على بالك كلش واش راهو يصرى. Gracias.